بمسح فيك الأرض أنه أنا غنيت بنص ألمانيا، غنيت بنص ألمانيا، يعني محل ما أنتوا عم تبعبعوا. بس هيك أنا طلعت ورساتني بألمانيا، والله عملنا حفلة بألمانيا من العمر اللي كانت عالم مراهنة أنه ما تصير هيدي الحفلة، اللي بيكون بالحفلة أنه تصير ويحضروها عالم وينبسطوا وعالم متبهدل. بس في الفرق بين تربيتنا نحن وتربية الطرف الآخر، زازتكم تلغوا الحفلة وما بعرف شو و12 ساعة واقفين بهالبرد مشان شو؟ مشان شو هاي السيارة كلها؟ أنا ما فهمت، ما سلمت على المعجبين وتصورت ومشيت بنص ألمانيا. هاي هي بس رسالة وصلت، صارت الحفلة بنص ألمانيا، رساتني بألمانيا واقفين بالبرد يا حرام، وما طلع منا شيء، ما طلع منا شيء، يعني الحفلة قائمة صارت الحفلة مشان تاني مرة ياخذوا درس. بس نحن أبطال، نحن أحرار، ما بعرف شو. اثنين ساعتين بالضبط وقفت نص ساعة تصورت مع العالم كله، أنا اليوم أصلا وقفت نص ساعة وتصورت مع العالم كله.